عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلاق لقب طبيب على خريجي كليات الطب البشري فقط. تجددت الأزمة المتكررة بين نقابة الأطباء وعدد من النقابات الأخرى التي تعمل في المهن الطبية حول لقب طبيب، حيث خاضت النقابة عددا من المعارك مع مجموعة من النقابات الطبية مثل العلاج الطبيعي والعلوم الصحية وغيرها من النقابات. وقالت نقابة الأطباء في بيانها: نؤكد احترامنا الكامل لكل أعضاء الفريق الصحي لدورهم الجليل في رعاية المرضى، مضيفة: من المعلوم أن الطبيب هو الشخص الوحيد المسموح له بفحص ومناظرة المريض وتشخيص المرض ووضع خطة لعلاج وتوزيع الأدوار على بقية الفريق الصحي. وأكدت نقابة الأطباء البشريين أن الطبيب هو من يحدد العلاج سواء علاج دوائي أو علاج طبيعي، مع مراعاة الأمراض الأخرى التي قد يعاني منها المريض كالسكري والضغط وأمراض القلب. وشددت النقابة على أنه لا يمكن السماح بإطلاق لقب طبيب إلا على خريج كلية الطب البشري فقط، وذلك لطبيعة ونوعية الدراسة التي تلقاها في كلية الطب والتي تؤهله لتشخيص وعلاج المرضى وقيادة الفريق الصحي. وأفادت النقابة بأنه حسب المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954، فإنه لا يحق ممارسة وتوقيع الكشف الطبي على المرضى إلا للطبيب خريج كلية الطب البشري. وأكدت النقابة أيضا احترامها للدور المحوري الذي يقوم به كل عضو من المهن المعاونة للطبيب مثل التمريض والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وغيرها من المهن الهامة المعاونة للطبيب. وأهابت النقابة بضرورة التزام كل عضو في الفريق الصحي بدوره المنوط به وعدم الاعتداء على دور غيره من المهن الأخرى لضمان سلامة المنظومة العلاجية. جاء ذلك بعد عقد النقابة اجتماعين متتاليين مع أعضائها من العاملين في الطب الطبيعي المتضررين من إطلاق اسم طبيب على خريجي كليات العلاج الطبيعي وممارستهم الكشف على المرضى.